هل في صوت الغراب شيء؟ لا شيء. أهل الجهل هم الذين يظنون أن صوت البومة مصيبة، أو بعضهم يقول إن مش عارف بعض الطيور إذا صاحت تقول الملك لك 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 يا صاحب الملك. أورد القرطبي بعض هذه الأشياء في أظن عند تفسير قول الله تعالى، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ولا يثبت منها أي شيء عن الله ورسوله.